بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينعى ديوان الرئاسة إلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم. صاحب السمو رئيس دولة الإمارات طيب الله ثراه، كان رجل دولة بكل ما في الكلمة من معنى. حياته في هذا التقرير. جنازة الشيخ زايد بن سلطان. الشيخ زايد هو أبونا، مو برئيس. نحن نحسبه، نعرف كيف يحب الناس، يدور الفقير، يدور المسكين، يدور المحتاج. تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها، لا المصانع. اشتغلوا وصابروا واصبروا، اصبروا والرفاهية تركوها. إذا ضريتوا على الرفاهية وعلى الراحة ستضرون عليها وتصلحون ما تقدرون، تواجهون الأشياء اللي بتغطي حاجتكم. التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح. الإنسان اللي عنده إنسانية إذا فعل اليوم شيء طيب وشافه في جماعة من جماعته أو من قرابه ومعارفه أن هذا مثمر، وبين عليهم وعلى هذه الناس، هذا يسرب الخاطر. الإنسان اللي عنده إنسانية يسربه وتعم عليه الفرحة والسرور.